أنا قلت العراق انتهى، ولاحظت استغلال هذه العبارة. يعني نتمنى من المشاهدين ومن جنابك أن توضحوا، يعني أنا كلامي كان واضح، تعتذر العراق عن لا هذا سيد ينتهي، أمير؟ العراق حضارته، مقدساته، مرجعيته، تعتذر قوته. عن هذا الكلام؟ أيوة، فلذا لا لا، أنا لم أقل أن لا، أنا لم أقول ما نشر، يعني كان مقتطع. لو كان المقتطف هذا منشور بالكامل، أنا قلت عندما دخلت داعش نعم، المؤسسات انتهت، الجيش، الإدارة، الخيانات التي صارت، وقلت أن بريمر أسس لتدمير البنى التحتية العراقية، وما تبقى منها أرادوا من خلال خليني داعش أسألك تدميره على السريع بالكامل. بإجابة فلذا سريعة الحمد لله بفتوى سيد المرجعية موسوي، والشباب العراقي. بإجابة سريعة أرجوك، بإجابة سريعة. نعم، ما زال دمك عراقي يحن للعراق وأنت عراقي سيد موسوي؟ نعم، ما ماذا؟ زال دمك عراقي يحن للعراق ولعراقيته أم تبدلا في الأمر؟ نعم، 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 هذا أفتخر به. أنا ولادة النجف، أنا ولذلك عائلتي أوجعك كلامك قدمت أربع السابق واليوم شهداء تعتذر نظام منه صدام سيد الإجرامي، موسوي. عدم، أنا أعتبر هذا الاعتذار شجاعة. لا أنا لم أعتذر، لا قلت لك، لا 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 اعتذار، لا أرجوك أستاذ النجف.